واللي بيموت ما بيرجعش. مش عارفة أصلاً هنقدر نرجع نتعامل زي الأول. لا، وإحنا مش لازم نرجع زي الأول. عارفة ليه؟ مش الأول إحنا كنا بنحلم إن إحنا نتجوز عشان نبقى مع بعض، لكن إحنا دلوقتي هنتجوز عشان أبوكي عايز يورث في العطار بس، وده فرق كبير بين زمان ودلوقتي. فأرجوكي بقى يا بنت الحلال، مش عايزين نضحك على بعض من الأول. بقيت عملي وصريح وما بتخافش. المهم بقى دلوقتي هنعمل إيه؟ ولا حاجة، هنتجوز. إحنا ولا أول ولا آخر اتنين هيتجوزوا هما مش بيحبوا بعض. لا يا ريهام، في فرق كبير قوي. أنا صحيح ما بقتش بحبك وقتلت حبك جوايا، بس أنا عمري ما هنسى اللي أنتي عملتيه فيا زمان. أنتي كسرتيني، وأعتقد بقى لا جواز ولا أي حاجة ممكن يصلح ده. طب يا ريت نبطل نتكلم في اللي فات ونتكلم في اللي جاي أحسن. كنت عارفة إنك هتعجبني. تزعلان مني ولا إيه؟ أكيد لأ طبعًا. قلت لك لو اتمسكت ماليش دعوة. أبوك محرم عليا بيته وأهله. وجيت ليه؟ يعني مش عارفة جيت لي؟ عارفة، بس مش فاهمة كيف بكلمك، مع إن لو أبويا شافنا هتبقى مشكلة. وأنا بصراحة فاضل لي مشاكل كتير أوي الفترة دي. طب أنا أعرف مكان ممكن نروح له محدش هيشوفنا فيه. ماشي. من يوم ربنا ما شاء إن أكون مسؤول عن الدار دي مكان الشيخ سلامة، وانا شايل هم كل واحد فيكم. الشيخ سلامه كان اخوي الكبير وابوي زيكم، بس انا بختلف معاه في حاجات كتير. ما هو ربنا خلق للناس عقول وكل واحد بعقله. ما اقدرش اقول ان الشيخ سلامه كان بيعمل حاجات غلط، لا، وبرضه ما كانش بيعمل حاجات صح. الشيخ سلامه كان واخد عهد مع عيلة العطار، والعهد ده رأي فيه ان فيه ظلم واعر قوي. عيلة العطار خدت مننا كتير كتير قوي، ادتنا فلوس. ايه يعني؟ ما فيه 100 طريقة وطريقة نجيب بها الفلوس. ده حتى ولدهم حسن طلع خاين عايز يقتل اخواته عشان كده. من النهارده محدش له عندنا حاجة من عيلة العطارية، ومن دلوقتي اللي أقوله لازم يمشي. نشتغلوا مع مين وما نشتغلوش مع مين، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. من دلوقتي أنا قاعد عمار أخوكم الكبير، ما قعد شيء، هو مكاني. أي حد فيكم محتاج أي حاجة يقولها له وهو حيوصلها لي. ده أمر، والأمر واجب النفاذ. مفهوم؟ انت عارف ايه حكايه البكان ده؟ ايه؟ ستي كانت دايما تقول لي ان الجزيره دي عليها عفريته بتطلع للي يقرب منيها، وان العفريته دي ليها حكايه. حكايه العفريته بقى؟ الحكايه بدات اتنين بيحبوا بعض، كانوا كل يوم يتقابلوا هنا، كانوا مش عايزين من الدنيا غير بعضيهم، بس الدنيا عمرها مدت لحد اللي هو عاوزه. كل الظروف وقفت قصاد قصه الحب دي لحد ما خلتهم يتفرجوا، ما كملوش. بيحكوا ان البت رجعت تاني، رجعت تستنى حبيبها، ولما هو ما رجعش اختفى. ناس قالت ماتت وناس قالت سافرت. بيحكوا ان حبيبها ندم
ورجع يتكلم بالساعات مع حد مش شايفينه. قالوا عليه انه مجنون بيكلم عفريتة حبيبته. في ناس بتقول انهم شافوها تاني، بس هي دي الحكاية. تفتكر مين الغلطان في الحدوتة دي؟ هو اللي تأخر عليها يوم ولا هي اللي استنته؟ على فكرة لا هو ولا هي، الدنيا هي اللي غلطانة. الدنيا اللي متعملش أي حاجة غير إن هي بتفرقنا عن بعض وتفرقنا عن حبايبنا. من يوم ما سمعت الحدوتة دي وأنا بحب أجي البكان دي، بتخيلهم وتخيل هما كانوا بيقولوا إيه بس، وبقيت البكان السر اللي بحب أجي أدرى فيه. طيب ما طلع لكيش هنا عفريتة؟ لا، يا ستي كمان جالت لي حاجة تانية. قالت لك إيه؟ قالت لي إن العشاق اللي بيموتوا بيروحوا جنة العشاق يتجمعوا فيها. في الجنة دي بيراقبوا الحبيبة اللي زيهم على الأرض، يفضلوا يبعتوا لهم في إشارات كتير عشان يكملوا مع بعض، وهم يا يشوفوا الإشارات دي ويكملوا يا ما يشوفوهاش ويهملوا بعض. معلش كلامي كتير عن ستي، أصل بحبها قوي. الله يرحمها. لا فلا الله ولا فلك، ربنا يديها الصحة. أنا آسف مش قصدي يعني، بس حلوة البحيرة قوي قوي يعني، تحس إن هي كده شبه البحر. حلوة قوي، أنا نفسي أعيش فيها ولما اموت اموت عليها. فايد الشر عليكي، ان شاء الله تشفي على طول. هو انت حبيتي قبل كده؟ يلا يا حسن لابويا استعاجك. فلسه اول مره. طيب تيجي نتمشى هناك شويه ولا نعمل اي حاجه؟ عارف ان انت مش هتسيبني لوحدي. انا خلاص حل دلوقتي ماليش غيرك. عبد الله اتجن، ضرب نار على حازم وحبسني وخد مني الموبايل، وانت صرفت بالعافيه وبعد كده كان عليها. وانت ما طردتش عليا ليه؟ عليها وانت معايا؟ اسمعك، انا لما وقعت في المشكله الاولانيه انت اول واحد جريت عليك، ودلوقتي برضه بجري عليك. والنبي علي اللي اتخلى عني. انا ما اقدرش اتخلى عنك يا سلمى. اوعى يا علي، اوعى، ولو حتى عشان خاطر عبد الله اخوك، انا كمان اختك. اهلا يا عروسه. انا برضو قلت هلقاكي هنا. انا جاي ابشرك بخبر زين، عندنا فرح النهارده. فرحك انت وعلي. ايه كنتش فاكر هندخل عليك الدستين جاتوه نطلب يدك وناخد رايك ولا ايه؟ انا بقول لك عشان تجهزي. مش هيحصل. اسمع يا بنت زين، اللي بقوله ده اللي وقته مش طلب ولا امر، ده جنون يمشي على الكبير قبل الصغير. والله لما اموت نفسي. خفت انا كده؟ بقول لك ايه، ميوعة البنات دي ما تخلش علي. أنا بقول لك عشان تجهزي، ولو إنك زينك ده وقصري في الكلام يكسر. مبروك مقدما يا عريس. أنت ساكت ليه؟ أنت الرزق اللي هو بيقوله ده؟ حتى أنت كمان بعتني يا علي. اسمعيني بس يا سلمى. ابعد عني بقى، ابعده. هي دي العماره، بس عربيتي يا حبيبي مش موجوده، ومادام عربيتي يا حبيبي مش موجوده يبقى اكيد هو كمان مش موجود. تمام، انت شايف انت قلت كام مره كلمه بيه؟ عايزاك تبطل الكلمه دي، مش عايزاك تحس بالدنيه كده وتقعد تضخم في الشخصيات. ماشي، المهم ان هي دي الشقه والعماره اكيد هنا، واعتقد ان هو لما جه نقل الشقه الجديده نقل كل حاجاته المهمه هنا، وبيتهيألي ممكن نلاقي الورق اللي انت عايزاه. طب وهندخل ازاي؟ معاك مفتاح؟ ولا مواسير بقى والحاجات دي؟ لا تصدقي نسي اعمل لي مفتاح، ومواسير ايه جو سلاحف النينجا ده؟ معايا الكارت الذكي. بصي من واقع خبرتي في عالم الاجرام يعني، الشوية الصغيرين اللي اشتغلت اتعلمت فيهم حاجات كتير، منهم ان انا اقدر افتح باب شقه بكارت، وهتشوفي ده بعينيكي دلوقتي. تفتح باب شقه بكارت؟ انا عايز اقول لك الكارت دلوقتي اهم من اي حاجه، اهم من مفتاح الشقه ذات نفسه.
طب ماشي يلا بقى. انا بقول كده عشان احنا كده هنتقفش، بس بقول لك ايه بالراحه، انت طلعتي عمليات زي دي قبل كده ولا هتتعبيني معاكي؟ انا خلاص يا تمانية، انا خايفه اصلا. انت ماسك فيا ليه يا ابني؟ متهيألي هي دي الشقه. متأكده؟ متهيألي، مش عارفه. الحمد لله مش مقفول بالمفتاح، مش مقفول بالمفتاح. اخلص 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 يا تمانية. كارت الزكي، كارت الزكي، كارت الزكي. شايف ولا مش شايف؟ حامل حامل. تفضلي يلا. تمانية انا خايفة اوي. خايفة ليه؟ مش دي شقة اخوكي؟ اه. طيب فين اخوك؟ مرات اخوك تعمل لنا حاجه نشربها. انت عبيط يا تمانية؟ يعني بعد كل اللف اللي لفيناه مع بعض ده لسه دلوقتي بتقولي لي انت عبيط يا تمانية؟ بقول لك ايه، المهم دلوقتي الملف اللي احنا جايين عشانه، ان شاء الله نقلب البيت كله بس نلاقي الملف ده. اعتبري معانا. لا لا استنى، سيب الباب مفتوح. انت خايفه مني؟ يعني بعد كل اللف اللي لفيناه ده وبتقولي خايفه منك؟ اقفل الباب يا تمانية. فين ولي العروسة؟ العروسة بقى متوفي، وليها هيكون أخوها الكبير إن شاء الله. إن شاء الله يجي بالسلامة. إحنا كده مش ناقصنا أي حاجة إلا وصول وكيل العروسة عشان يتم من بقية إجراءات عقد القران. الدنيا ما طرتش يا مولانا، تلجا على وصول دلوقتي. يجي بالسلامة بإذن الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لمؤاخذة يا جماعة التأخير، معلش. البطاقة لو سمحت. اتفضل. ايوه.